بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم. طبعا يعني محاضرتنا اليوم بإذنه تعالى، وإن شاء الله أنه تتيسر في هذه المحاضرة، نكمل عن موضوع السمارت جريدز اللي هو سمارت جريدز. طبعا هذا الموضوع يعني هو إحدى الموضوعات الحديثة واللي صار اهتمام كبير فيها عالمي، وبيجوز فيها أبحاث ضخمة جدا الآن يعني بتختص في هذا المجال، في مجال السمارت جريدز ومكوناتها وشروطها والريكويرمنتس اللي إلها والتكنولوجيات اللازمة لها وكل هذه الأمور المتعلقة بذلك. فيعني خلال هذه المحاضرة راح يعني نمر بعجالة على بعض المفاهيم المتعلقة في السمارت جريدز، تعريفها، إيش المكونات الأساسية، إيش الإضافات اللي تضيفه السمارت جريدز، وين احنا بالنسبه للسمارت جريدز، ويعني الشغل العالمي بهذا الاتجاه، كل المشاريع العالميه اللي انجزت حتى هذه المرحله في مجال السمارت جريدز. فيعني موضوعنا باذن الله تعالى، طبعا هذا الموضوع مثل ما ذكرنا يعني بلاقي اهتمام عالمي كبير، وغالبا يعني هذا الموضوع يدرس الى جانب الرينيوبل انرجي سورسز عاده. وبالتالي احنا كان احد الموضوعات اللي درسناه في هذا المساق. ليش؟ مثل ما ذكرنا لانه يعني هذا الموضوع بنتحدث عن جريد، وبالتالي هذا الجريد ممكن يكون اكثر من مصدر لتوليد القدره الكهربائيه مغذيه لهذا الجريد، ومن مصادر الطاقه الكهربائيه المهمه جدا اللي بيعتبروها من يعني من الامور اللي بتجعل تميز كبير للسمارت جريدز، هو وجود رينيوبل انرجي سورسز ممكن نربطها مع هذه الجريدز بحيث انه تغذي المستهلكين. هذا الكلام كله راح اتكلم عنه خلال هذه المحاضره باذنه تعالى. الان يعني في مجموعه من الريفرنسز رجعنا لها حتى جهزنا هذا الموضوع، في امكان الواحد يستفيد منها او يعني يستزيد منها اكثر. الان في البدايه قبل نروح للسمارت جريدز وشو اللي بيجعل الشبكه يعني الطبيعيه او الحقيقيه سمارت جريد، اول شيء نتعرف على الالكتريكال جريد. الجميع بيعرف هذه الالكتريكال من عده مساقات درستوها، انه what is the grid, it is the network، يعني هي الشبكة اللي مكونة من transmission lines و substations و transformers and other equipments. طبعا في الشبكة مش بس هذولا، بالتأكيد يعني في الشبكة في عنا other devices اللي تساعد الشبكة على الديمومة وعلى العمل، وبتحل الإشكالات اللي إذا ظهرت على هذه الشبكة من circuit breakers وغيره من الأجهزة، measuring devices, monitoring devices، كلها هذا بسموه عبارة عن network. إذا هذه هي النتورك الطبيعية. الآن طبعا شو هدفها؟ إنه delivers electricity from the power plant to customers، اللي يعني بتعمل توصيل للطاقة الكهربائية من التوليد، محطات التوليد، إلى المستهلكين. طبعا أول شبكات في يعني نهايات القرن التاسع عشر تقريبا عام 1890 تقريبا اول شبكه، وبجوز يعني الشبكه ابتدات دي سي وبعدين طورت للسنجل فاز اي سي بعدين ثري فيز، وابتدات في اوروبا في المانيا وابتدات في امريكا وهكذا الى ان وصلت الى ما وصلت الان اليه من تطورات ضخمه وكبيره جدا في مجال الشبكات. كان السؤال انه شو اللي بيجعل هذا الجريد، هذا الالكتريكال اللي احنا بنعرفها، الشبكات المغذيه لنا الان ولبيوتنا ولمصانعنا ولأحمالنا المختلفة، هي كلها عبارة عن electrical grids. شو اللي ممكن يجعل هذه electrical grid smart grid؟ طبعا أهم شيء، أهم موضوع اللي هو إدخال الديجيتال تكنولوجي that allows two-way communications between the utility and the customer. هذا المهم جدا. إذا في عنا two-way communication، في عندي تواصل بالاتجاه. طبعا عنا إحنا في الجريدز العادية كلياته كل انتقال الباور من البلانت أو من الجريد ده كاستمرز. لان السؤال انه اذا في السمارت جريد في امكانيه للعكس في لحظه معينه، انه هذا المستهلك هو اللي يصور يولي الطاقه في لحظه معينه بعد الشبكه، وبالتالي في امكانيه لتو واي كوميونيكيشن بتوين ذا يوتيليتي اند ذا كاستمرز. طبعا هذا بيتطلب يكون في عندي ديجيتال سنسورز او انتليجنت سنسورز موزع على الشبكه كامله حتى تتيح مثل هذا two-way communication and two-way transfer of power. هذا الكلام مهم. طبعا هذا الكلام راح يفضلها أكثر، بس هي مقدمة سريعة. طبعا هذا مهم جدا. إذا هذا اللي بيجعل الشبكة الجريد العادية smart grid، إنه في عندي صار عندي two-way communication بالتالي two-way transfer of power between the utility and the customer. طبعا في controls اللي في النهاية بيعمل switch on and off for the
الكتريكال سبلايزن مختلفه، لانه في لحظه معينه انا بدي اعطي امر لهذا السبلاي انه غذي ولد كهرباء وغذي الشبكه، لا في لحظه معينه افصل هذا اللي بدي اعطي امر لهذا الجهاز انه في هذه اللحظه افصل ولجهاز ثاني في هذه اللحظه اشتغل. هذا الكلام كلياته بتطلب يكون في عندنا ديجيتال كنترولرز، وفي عندنا كمبيوترز تكون بعمليات ضخمه جدا، عمليات حسابيه وتناقل بيانات ضخمه جدا، بالاضافه لكنترولز واوتوميشن حيث انه اوصل للمعنى الحقيقي للسمارت جريد. طبعا ذيز تكنولوجيز ويل ورك وذ الكتريكال جريد تو ريسبونس ديجيتالي اند كويكلي تشينج فور، يعني ديجيتالي فور كويكلي تشينجينج الكتريك ديماند. وهذا الكلام مهم انه في النهايه انا بدي شبكتي تتعاطى وتتعامل مع التغيرات في الطلب، وبالتالي أنا أأمن سبلاي بما يناسب هذا الطلب. الآن شو هذه السمارت جريد بتعمل؟ What does a smart grid do? A smart grid will move the energy industry into a new era of reliability. طبعا بالتأكيد هذا لما يكون عندي أكثر من energy source أنا على الشبكة، بالتالي more reliability more availability للpower أو للenergy أو للelectrical source في اللحظة اللي بدي إياها أنا، and بالتالي more efficient، لأنه في النهاية كثير بدل ما أنا تمر الكيلووات أور عشرات الكيلومترات إلى أن يصل إلى المستهلك، صار ممكن أمطار معينة يتولد هذا الكيلووات أور من أحد مصادر الطاقة ويغذي المستهلك دايركت، بالتالي it is more efficient sure، يعني في النهاية أقل ضياعات خلال الشبكة، وبالتالي هذا يعني أكيد لازم يساهم في economic situation جيد للمنظومة كاملة للجريد مع الكاستمرز، وبالتالي فور للانفيرومنت، لأنه في النهاية أنا بدي أقلل من اعتمادي على مصادر الطاقة اللي قد تعتمد على فيولز ملوثة للجو فوسيل فيولز، بالتالي أنا بالتالي كمان حافظت على بيئة. هذه كلها أمور ممكن تضيفها لسمارت. لأن تعريف السمارت جريد سريعا، وات از اسمارت، طبعا هذا التعريف يعني الامريكا لها تعريف خاص فيها، مش بعيد الاوروبيين لهم تعريف خاص، بس في تعريف تقريبا شامل وعام وهذا اللي هو للسمارت جريد. سمارت جريد از ان الكتريسيتي نتورك، اذا ات از ا نتورك ذات كان افيشنتلي انتجريت ذا بيهافير اند اكشنز اوف اول يوزرز كونكتد تو ات. بالضبط زي ما ذكرنا في لحظه معينه بدي انا البيهافير والاكشن لازم يكون في عندي اكشن معين اوصل افصل سواء للجنريتر او لللودز المختلف، اذا جنريترز كونسيومرز اند ذوز ذات دو بوث، يعني احيانا اللي ممكن يكونوا في الدورين معا. ان اوردر تو انشور ايكونوميكلي افيشنت، ذكرنا لازم في النهايه هذه العمليه تكون مجدي بالتاكيد يعني للمستهلك حتى ينخرط في هذا التكنولوجي اللي هي السمارت جريد. سستينبل باور سيستم، في النهايه ديمومه في توصيل التيار الكهربائي وهذا الاهم مثل ما نسميه نحن الريليابيليتي. اند لوسز مثل ما ذكرنا افيشنتلي، هذا كمان افيشنت يعني تكنيكال افيشنت. اند هاي ليفلز اوف كواليتي اند سيكيورتي اوف سبلاي اند سيفتي، هذا الكلام المهم انه يعني تتيح مستوى عالي من تزويد المستهلكين في الكهرباء ذات كواليتي عاليه، وتؤمن كمان السكيورتي للسبلاي بحيث انه انا اضمن هذا السبلاي اللي عندي انا اكون ضمانه تماما مغذيني في اي لحظه من اللحظات بالطاقه اللي انا بحاجه إلها دون ما يكون عندي خوف تخوف معين انه ممكن يصير انقطاع للتيار الكهربائي، او عندي خشيه انه ممكن يصير انقطاع للتيار الكهربائي في لحظه معينه. سمارت جريد امبلويز انوفيتيف برودكتس، بالتاكيد لازم يكون في عندنا برودكتس، يعني في النهايه الاحمال الكهربائيه الموجوده عندنا في البيوت لازم تكون تستجيب لمتطلبات سمارت جريد بالتاكيد، سيرفيسز مختلفه بالتاكيد، بالاضافه انه في عندي انتليجنت مونيتورينج سيستم، انتليجنت كنترول سيستمز، وانتليجنت سينسينج سيستمز، بالاضافه لكوميونيكيشن كامل بده يوصل ما بين هذه المنظومه كامله، وبالتالي هذه قاعده مهمه جدا لازم تكون متوفره حتى اضمن انه في عندي سمارت جريد يعني بالاليه هذه اللي ذكرت بهذا المعنى. طبعا لازم يكون في عندنا كمان تكنولوجيز حتى تحل المشكله وترجع الوضع في اي حاله من حالات انقطاع التيار الكهربائي، تتعافي الشبكه يسموه سيلف هيلينج تكنولوجيز، تعافي الشبكه من المشكله وتعيدها الى وضع الطبيعي او النورمال كونديشنز. مين ريكويرمنتس، شو المين ريكويرمنتس في السمارت جريد؟ وهذا كلام مهم، يعني اول شيء مثل ما ذكرنا انه يعني في عندنا شيء بين التعريفات المختلفه سواء تعريف
يعني الامريكان للسمارت جريد او تعريف الاوروبيين للسمارت جريد، كل هذه التعريفات بتتضمن يعني امر مشترك مثل ما ذكرنا اللي هو ديجيتال بروسينج اند كوميونيكيشن. لازم يكون في عندنا ديجيتال بروسينج، يعني في عندنا ديجيتال كنترولرز تقوم بمعالجه الكم الكبير من الداتا اللي بده يوصلني انا في لحظه معينه من الشبكه، من الكاستمرز، من 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 الجنريترز كلياتها، وبدها تعالجها. ولازم يكون في عندي كوميونيكيشنز يامن تناقل هالبيانات الضخمه كثير جدا، بسموه بيج داتا ترانسفير. لازم يكون عندي الشبكه كوميونيكيشن تؤمن هذا نقل الداتا الكبير جدا اللي بيلزمني بالتاكيد. بورجد ميكينج داتا فلو اند انفورميشن مانجمنت سنتر تو ذا سمارت جريد، وبالتالي هذا يتيح مثل ما ذكرنا نقل البيانات، تناقل البيانات والمعلومات والكنترول سيجنالز عبر هذه الشبكه كامله. طبعا شو هن المين ريكويرمنتس نعم للسمارت جريد؟ اول شيء بالتاكيد بيلزمني تحسين للانفراستراكشر، ان يكون عندي سترونج جريد وتكنولوجيز موجود على هذا الجريد تدعم السمارت جريد. هذا الكلام مهم بالتاكيد، بالاضافه الى بروفيجن اوف ديجيتال لاير، يعني لازم يكون في عندنا مثل ما ذكرنا في عندنا كوميونيكيشن شانل تو واي بحيث انه تتيح تناقل البيانات، وهذه بالاضافه الى داتا بروسيسنج ديفايسز او ديجيتال بروسيسنج او ديجيتال كنترولرز اللي بدها تعالج هذا الكم البيانات الضخمه اللي بوصلني وتتخذ القرارات المناسبه. هذا بنسميه ديجيتال لاير، لازم يكون هذا متوفر بالتاكيد، وما عدا ذلك عبث. في النهايه اي ضعف في هذا الديجيتال لاير ممكن يجعل ثغره كبيره في سمارت جريد لا تعمل بالشكل المطلوب او المعدي له. enabling of business investment بالتاكيد، لانه في النهايه هذا عمل كبير وضخم جدا، لهذا عاده المؤسسات اللي بدها تشتغل على هذا المجال بدها تنشئ شبكة سمارت جريد، وبعد قليل راح نتحدث شو الفيتشرز اللي تضيفها هذه سمارت جريد بشكل تفصيلي أكثر. الآن لازم يكون في عنا عدة مؤسسات ترعى هذا الانفستمنت الضخم الكبير جدا، بالتالي ممكن يكون في عنده يتاح لمستثمرين يستثمروا في هذا المجال. هذا كلام مهم لأنه يعني في النهاية بلزم استثمارات ضخمة جدا تنوضع في هذا أو في هذه التكنولوجيا حتى أنه تجعلها متاحة. هذا طبعا بيلزمني تريننج اند ادوكيشن للكونسيومرز او الكاستمرز، انه في النهايه الكاستمر له دور مهم جدا، وهذا راح نتكلم عنه بعد قليل، دور مهم جدا في السمارت جريد. اذا لازم هذا الكاستمر يكون يعي شو دوره في هذا السمارت جريد، وبالتالي ولازم يكون في عندنا ستاندردز وريجوليشنز تعليمات يعني قوانين ضابطه للجميع اللي مربوطين على هذا السمارت جريد، سواء كان مولدين للطاقة أو مستهلكين للطاقة أو ناقلين للطاقة، كلياتهم هذولا لازم يكون في عندنا regulations وstandards يعني تحكم العمل ضمن هذه المنظومة كاملة. الآن what can a smart grid introduce؟ شو بإمكانها تقدم؟ شو الفيتشر؟ شو الادفانتجز للسمارت جريد؟ أو شو نتكلم in general بعدين نروح more specific للإشي اللي ممكن تقدمه للسمارت جريد. أول إشي مثل ما ذكرنا وهذا ذكرناه من قبل يعني بس نوضحه أكثر، better facilitate the connection and operation of generators of all sizes and technologies. إذا في النهاية تسهل توصيل وتشغيل محطات التوليد المختلفة of all sizes سواء كانت على من اليوتيليتي او سواء كانت من الكونسيومرز. قلنا انه الكونسيومرز ممكن في لحظه معينه يولد طاقه، يكون في عنده انرجي سورس لتوليد الطاقه الكهربائيه. اذا هذه تسهل بالتاكيد هذه الشبكه انه ما تقدمه انه تسهل هذا الكونكشن والاوبريشن للجنريترز او للانرجي جنريترز. بعدين maintain or even improve the existing high levels of system reliability. في النهاية احنا السيستم اللي عندنا والجريد اللي عندنا لها reliability عالي وغالبا عالي وهذا متطلب بالتأكيد، بس هذا السمارت جريد بالتأكيد تدعم وتحسن من هذا reliability والquality and security of supply. هذه general in general، بالتالي هذا مهم يعني يجب ان تضيف السمارت جريد لهذه الامور بالضبط. وmaintain and improve the existing services efficiently، انه في النهاية في عندنا الان خدمات تقدمها الشبكات، هذه السمارت جريد اللي اجى التطوير على اور جريد بحيث انه تحسن الخدمات اللي تقدم للمواطنين. هذا كلام مهم انه في النهايه مثل ما ذكرنا انه هذه شبكه فيها استثمارات ضخمه جدا، اذا لازم مقابل ذلك نقدم خدمه فعاله لهذا المستهلك اللي مربوط على هذه السمارت جريد. الان مور سبيسيفيك، حتى نكون مور سبيسيفيك، شو اللي بامكانها تقدمه للسمارت جريد
للمستهلكين، طبعا للمستهلك في النهايه للكاستمر او للمولد، يعني اللي عنده محطات التوليد الكبيره. في النهايه مثل ما ذكرنا انه الكاستمر ممكن يكون مولد للطاقه لكن على مستوى قليل، بس ممكن يكون المولدين الكبار يظلوا موجودين. يعني الشبكات توليد الطاقه الكهربائيه اللي قائمه في البلد تمام موجوده وقائمه وموجوده، وينخرطوا بمحطات التوليد الضخمه المالكين او شبكات التوزيع، هذه ينخرطوا مع السمارت جريد. نعم بدها امبروفمنت، بدها تحسين هذه الشبكات وبدها إعادة تأهيل، لكن في النهاية ممكن تبقى قائمة، بالتالي ينخرطوا بسهولة في سمارت جريد. بس شو اللي يعني مور سبيسيفيك، شو ممكن تقدم سمارت جريد؟ بدي كمان يعني increased use of digital information and controls technology، بالتالي هذا ممكن يحسن. مثل ما ذكرنا لازم يكون في عندنا كنترول تكنولوجي على السمارت جريد. مهم هذا الكلام، مهم جدا. في النهاية أنا بدي أعمل switching on and off لا appliances لا devices لا loads ولا generators. إذا هذه الكنترول سيجنالز بلزمها ديجيتال كنترولرز تكون بهذه المهمة، ديجيتال بروسيسرز تكون بهذه المهمة، وبلزمني تناقل بيانات. هذا الكلام مثل ما ذكرنا ونهينا له سابقا، هذا أنا بتوقع بالتأكيد أنه راح يعمل improve للريليابيليتي وللسيكوريتي اند افشنسي اوف ذا الكتريك جريد. وهذا الكلام نوهنا له في المقدمه العامه اللي عم حكينا انه وات از سمارت جريد. اذا في النهايه صارت تقدم، وهذه خدمه تقدمها السمارت جريد بالتاكيد. دايناميك اوبتمايزيشن اوف جريد اوبريشنز اند ريسورسز، وهذا مهم بمعنى انه انا مين افضل في هذه اللحظه اشغل هذه المحطه اخذ كهرباء من الجريد، ولا انا اشغل محطه التوليد اللي خاصه في مثلا الويند تيربين او السولار بانل او ما شابه في هذه اللحظه، ولا اشغل الانرجي اللي انا اي ستورد ان ماي باتري ان ماي هوم. هذا الكلام مهم. ولا اتركها انا هذا الانرجي الاي ستورد ان ماي باتري ان ماي هوم في الستورج سيستم، اتركها للحظه معدله للحظه اخرى قد يكون سعر الطاقه فيها اعلى، وبالتالي انا بساهم بقلل من التكلفه انا، لاني انا اني انا بستعين في هذا الطاقه المخزنه في فتره الذروه، يعني انا بقلل من استخدامي للطاقه اللي جايتني من الجريد الاساسيه واللي بيكون سعرها عالي. هذا كلام مهم بحيث نعمل اوبتمايزيشن للاوبريشنز اند ريسورسز بحيث اني اضمن سيكوريتي كامل. ديبلويمنت اند انتجريشن اوف ديستريبيوتد ريسورسز، يعني انتشار اكيد تكاملية للديستريبيوتد ريسورسز. هذا يعني تقدمه، هذا سمارت جريد يفترض لما ذكرنا تتيح انه انا اركب محطات التوليد الخاصه فيي انا مع الشبكه. يعني عندي بي في على سطح منزلي، انا بامكاني مباشره اكامله مع حد سمارت جريد. عندي ويند تيربين، عندي بايو غاز جنريتر صغير عندي وهكذا. اذا صار عندي انا بامكاني اعمل ماي مايكرو جريد انا ان ماي هوم، وبالتالي هذا المايكرو جريد الصغير انا اربطه مع هذا الجريد الكبير. بس في لحظه معينه، لحظة معينة في عندي يعني تحكم كامل بهذا الوضع من مين كنترولرز، هو اللي بده يعمل كنترول هذا الفلو اوف انرجي في هذا السمارت جريد. اذا مهم هذا الكلام بالتاكيد. ديفلوبمنت اند انكوربريشن اوف ديماند ريسبونس، اذا ديماند سايد ريسورس، وبالتالي هذا مفهوم مهم جدا. بالنهايه انا بدي الانرجي سورسز تستجيب للطلب، لطلب الطاقه. في النهايه زاد الطلب لازم يكون في عندي انرجي ريسورسز تفي، قل حاجتي للطلب الطاقه ما في داعي تبقى هذه الانرجي سورسز شغاله. بالتالي هذا الانتجريشن ما بين الطلب وما بين العرض، ما بين الاجهزه اللي بتقدم وتولد الطاقه وما بين حاجتي واللودز اللي بتستهلك هذه الطاقه، لازم يكون في عندنا تناغم كامل بهذا الاتجاه. وبالتالي بسموها الانتر اوبيرابيليتي، يعني تناغم كامل ما بين هذه المنظومه، ما بين الانرجي ريسورسز مصادر الطاقه وما بين الانرجي او اللودز، ما بين الاحمال وحاجتي لتغذية هذه الأحمال. deployment of smart technologies، بالتالي هذا الكلام مهم، يعني انتشار هذه التكنولوجيز real time automated interactive technologies that optimize the physical operation of the appliances and consumer devices for metering or communication concern. هذا الكلام يعني نوهنا الجزء في النقاط أخرى سابقا. إذن هذا بالتأكيد تشجع على الانتشار مثل هذه التكنولوجيات اللي بتعمل real time ميجرمنت، ريال تايم اوتوميشن اند كنترول. وهذه التكنولوجيز واهمها وراح نتاكد انه بيلزمني انا مثل ما ذكرنا كوميونيكيشن تو واي كوميونيكيشن
تتيح نقل بيانات كامل في أجزاء منظومة سمارت جريد كاملة. وفي النهاية في عندنا السمارت ميترز، وهذا الكلام مهم لأن سمارت الميتر هذا له دور مهم جدا في العملية، وهذا رح ننوه له بشكل تفصيل أكثر لاحقا بإذنه تعالى. Integration of smart appliances and consumer devices، وهذه عملية تكاملية ما بين smart appliances اللي عندي أنا في البيت. بالتالي أنا في النهاية إذا معني أنا إنه أنخرط في مجال السمارت جريد هذا، ولازم يكون عندي كل الأجهزة اللي في البيت أو على الأقل الأجهزة الأساسية اللي في البيت سمارت أبلايسنس تستجيب إلى كنترول سيجنالز من الشبكة، بحيث إنه كلها لهذا الجهاز اللي بده يشتغل لا تشتغلش الآن، أنت اطفي اشتغل في لحظة الأوف بيك أورز لأنه سعر الطاقة أقل. هذا لازم يكون في عندنا سمارت أبلايسنس وكونسيومر ديفايسز اللي تستجيب لمثل هذه السيجنالز. هذا الكلام مهم جدا. الى يعني امور اضافيه في يعني الامور اللي ممكن تقدمها السمارت جريد، ديبلويمنت اند انتجريشن اوف ادفانسد الكتريسيتي ستوريج. هذا الكلام مهم، انه لازم يكون في امكانيه لتخزين الطاقه، حيث انه اخزن الطاقه في عندي في لحظه معينه، في عندي انا انرجي سبلاي في بيتي بي في، وفي هذه اللحظه عندي اوف بيك وغذيت لودي أنا وفي عندي فائض من الإنرجي، أنا بإمكاني أخذه بحيث أني أستعين فيه لاحقا. هذا الكلام لازم تتيحه هذه السمارت جريد. وبالتالي في عندي Advanced Electricity Storage Systems، وهذه الستوريج سيستمز لازم تكون كان بي كنترول، يعني Switch On and Off حسب الحاجة وحسب ما يتطلب اللحظة الآنية. في اللحظة الآنية أنا بحاجة إلى طاقة من هذا الستوريج سيستم ولا مش بحاجة إلى طاقة. إذن هي بالتأكيد منظومة متكاملة بلزمني سنسورز على جميع أجزاء الشبكة، بلزمني ديفايسز في اللودز ولودز مختلفة وأبلاينسز أجهزة كهربائية سمارت تستجيب إلى كنترول سيجنالز، وبلزمني محطات توليد ضخمة كمان تستقبل في لحظة معينة تكون في إمكانية انه تطفئ وتشغل حسب حاجه اللود، حسب حاجه الطلب، حسب حاجه الديماند. هذا الكلام مهم، لان السؤال الان شو دور الكونسيومر؟ مثل ما ذكرنا الكونسيومر له دور مهم جدا، وهذا الكلام تكلمنا عنه في السلايدز السابقه. Allow consumers to play a part in optimizing the operation of the system. هذا الكلام مهم، اذا تتيح للكونسيومر. طبعا هذا الكونسيومر ممكن تتيح له يعني تدخل مانيولي، بس احيانا الان في السمارت جريد اللي يعني ادفانس سمارت جريد نو كلياته اوتوماتيك، بحيث انه هذا الكونسيومر انه انا اعمل اوبتمايزيشن لتشغيل الاجهزه اللي عندي اوتوماتيكالي، بحيث انه انا اعرف شو هو التايم اللي بيكون فيه سعر الطاقه عالي مثلا، بالتالي الجهاز هذا ما في داعي يشتغل، بامكاني اعمل له انا ديلاينج في التشغيل لمده ساعه او ساعتين بعد ما تنتهي هذه البيك اللي سعر الطاقة فيها عالي مثلاً. هكذا. Provide consumers with greater timely information and control options for how they use their supply. كمان لو كان عندهم فيهم supply خاص مثل ما ذكرنا، وهذا اللي احنا سميناه distributed generation. كمان distributed generation انه في عندي انا generation موزع عند المستهلكين، هذا المستهلك عنده محطة طاقة شمسية، هذاك المستهلك عنده محطة wind على بيته مركب wind turbine، وبالتالي بيولد طاقة كهربائية وممكنه يخدم. مستهلك آخر عنده نظام إنيرجي آخر، واحد عنده إنيرجي ستوريج، وهكذا. هذا اللي احنا بنسميه distributed generation. هذا بالتأكيد صار هذا المستهلك أنا بعطيه إمكانية أنه في الأوقات وبيانات عن التايمز اللي أنا بدي أعمل switch on and off for these energy sources. طبعا هذا الكلام مهم بالتأكيد. Development of standards for communications and operation of appliances and equipment. كل هذا الكلام زي ما ذكرنا بيلزم standards خاصة حتى تتيح، ولازم هذا الكلام مهم جدا في عملية التواصل والcommunication ما بين الappliances وما بين الenergy resources. لأنه يعني في النهاية الappliances اللي على هالشبكة هذه smart grid هي اللي تحدد اللود، هي تحدد الديماند، وفي عندي resources هي اللي بتأمن هذا الديماند. هذه الريسورسز ممكن تكون سنترلايزد من 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 شبكات التوزيع الكهربائي وشبكات التوليد الكهربائية، وممكن تكون موزعة مثل ما ذكر. هذا يعني هذا لازم يكون في عندي كوميونيكيشن ستاندردز فور كوميونيكيشنز اند اوبريشن اوف ذيز ابلاينسز. هذا الكلام مهم بالتأكيد.
significantly reduce the environmental مثل ما ذكرنا. لو في النهاية أنا ممكن أعتمد من خلال هذه smart grid أعتمد على energy sources على energy sources which they are renewable. بالتالي أنا بقلل من اعتمادي على مصادر الطاقة اللي بتعتمد على الوقود الملوث للبيئة، الوقود الأحفوري سواء البترول أو الفحم الحجري أو الغاز الطبيعي، وهذه اللي هي يعني تولد غازات ملوثة للبيئة بأشكال مختلفة. فأنا بهذه الآلية بضمن إنه لما أنا أول شيء استعنت على مصادر طاقة متجددة، هذا الكلام مهم. طبعاً هذه مصادر طاقة ممكن تكون سنترلايز، يعني ممكن تكون الشبكة مالكتها، الجريد مالكها، وممكن يكون الكونسيومر مالكها، يعني كل الأمرين واردات. طبعاً هذا بالتأكيد يقلل مثل ما ذكرنا من نقل من حاجتي إلى نقل طاقة لمسافات كبيرة جداً واللوسز، وهذا الكلام كله ينعكس إيجاباً على الانفيرومنت، ويقلل من حاجتي إلى محطات الوقود أو محطات الطاقة اللي تعتمد على الوقود الملوث للبيئة. هذا الكلام مهم. إذن هذه بعض الأمور اللي تقدمها السمارت جريد. الآن شو دور السمارت جريد في حالة انقطاع الكهرباء؟ هذا الكلام مهم مهم. لما ذكرنا السمارت جريد يعني بدها تحسن من الريليابيليتي، وهذا امبروفمنت، يعني هذا كنا من المتطلبات النيدز انه لازم تحسن الريليابيليتي للباور سيستم كاملا. كيف بدي اقلل من فترات انقطاع التيار الكهربائي؟ وعاده من انقطاعات التيار الكهربائي عاده المشكله تتفاقم، يعني بتبتدئ صغيره ممكن تكبر وتكبر وتكبر. هذا الكلام وارد جدا، لانه في النهايه يعني صار مشكله معينه في احدى المناطق، هذه قطعة الكهرباء عن هذه المنطقة، بس هذا ممكن ينعكس سلبا على المحطات التوليد، على محطات التوزيع اللي موجودة في المنطقة، وممكن تتفاقم مشكلة. وهذا وارد جدا، يعني في كثير من التجارب السابقة انه ابتدأت مشكلة صغيرة وتطورت الى ان صارت مشكلة كبيرة جدا. الان في حالتنا احنا في حالة سمارت جريد بتحل هذه المشكلة الى درجة كبيرة جدا. بالتالي ان الكتريسيتي انتربشن كان افكت، مثلا نعرف انه يعني قطع التيار الكهربائي لفترات طويله بياثر على المنظومه الحياتيه كامله بالتاكيد. بالتالي السمارت جريد اد فليكسيبيليتي تو ذا الكتريك باور سيستم اند ميك ات بيتر بريبير تو ادرس ايمرجنسيز. بالتالي يعني تجعل الشبكه والباور سيستم او الجريد هذه اللي انا يعني اللي بسميها سمارت جريد انا مجهزة أكثر بحيث أنه تتعاطى مع حالة emergencies cases أي emergence كانت، يعني سواء كانت طبيعية هذا emergence أو زيادة أحمال أو نتيجة عواصف أو زلازل أو ما شابه أو others، يعني ممكن يكون يعني هجوم مقصود على إحدى المحطات التوليد. كيف بدي أتعاطى في حالة مثل هذه؟ Smart grid كيف تتعاطى مع حالة black out cases، هذا انقطاع التيار الكهربائي الكبير؟ طبعا مثل ما ذكرنا كونه في عندي two way interactive capability communication، صار بإمكاني أنا أعتمد على محطات توليد طاقة distributed generation resources، وبالتالي ما فيش عندي مشكلة. أنا بالتأكيد سهل حل المشكلة، سهل اكتشاف المشكلة وسهل حلها بسرعة. هذا الكلام هذه ميزة كبيرة جدا في smart grid. والنقطة الثانية إنه أنا بعتمد على distributed generation بحيث انه يحل مشكلة انقطاع الكهرباء حتى في المنطقة اللي انا فصلتها، يكون في عندي energy resources تغذي هذه المنطقة او تغذي جزء من هذه المنطقة. اذا في النهاية انا سهل اني افحص من خلال هذه الشبكة، لانه مثل ما ذكرنا في عندنا نظام sensors متكامل، وفي عندي data communication لهالسيجنالز هذه، وفي عندي control. اذا سهل اني ابعث signal افصل هذا الجزء اللي صار فيه مشكلة، وبالتالي أنا أحتوي المشكلة قبل ما تتفاقم إلى مشاكل كبيرة جدا. وبالتالي هذا بالتأكيد وجود سمارت جريد بقلل من ساعات أو فترات انقطاع الكهرباء، وبالتالي لو صارت وبالتالي ويقلل من حجمها، هذا الكلام مهم، بالتالي بقلل من تأثيراتها السلبية، وبساعد على سهولة العودة إلى الوضع الطبيعي أو التشافي أو التعافي بسرعة لهذه المشكلة اللي صارت. إذن هذه ميزة تقدم السمارت جريد، ميزة تقدم السمارت جريد في حالة انقطاعات التغذية الكهربائية أو انقطاعات التغذية الكهربائية. نعم. الآن شو دور المستهلك؟ What is the customer role في السمارت جريد؟ مثل ما ذكرنا إنه الكاستمر له دور مهم جدا، ويجب إنه نعمل له انرولمنت كامل، يعني تضمين كامل في العملية كامل. مثل ما ذكرنا في النهاية أنا هدفي هو المستهلك، والأجهزة والديماند اللي بيحدده المستهلك. إذا لازم المستهلك هذا يكون له دور مهم جدا في السمارت جريد.
إذن هي منظومة متكاملة، المستهلك جزء مهم جدا ولازم يكون له دور أساسي ومهم جدا. مثل ما ذكرنا أنه من خلال المولدات اللي بيمتلكها أو محطات التوليد أو الانيرجي ريسورس بيمتلكها هذا الكاستمر، هذا ممكن يساعد جدا الشبكة. ما ذكرنا من خلال الديستريبيوتد جنريشن ريسورس، هذا الكلام نوهنا له وهي مذكور هون كذلك. This will achieve and increase national security to the energy system. هذا الكلام مهم، لأن في النهاية أنا صار عندي حتى في حالات الـ intended blackout cases، يعني صار عندي انقطاعات الكهرباء مقصودة نتيجة attack أو ما شابه، فممكن أنا من خلال الـ distributed energy resources اجعل اماني انا كبير جدا في الشبكه هذه اللي فيها السمارت جريد. اذا بالتاكيد يعني الناشونال سكيورتي تو ذا انرجي سيستم بعلى، وهذا الكلام مهم. وبالنسبه للناس اللي بتخطط واللي يعني تعمل ديزاين للانظمه وانظمه توليد الطاقه وانظمه توزيع الطاقه وتوفير الطاقه، ومهم جدا، وهذا اللي بنسميه سياسات الطاقه، هذا الكلام مهم جدا. اذا انا اكون معتمد على energy resource آمن، يسموه secure energy resource، هذا الكلام مهم. بالتأكيد smart grid بتضيف شيء كبير جدا بهذا الاتجاه الآن، وبالتالي صار هي يعني he may use his energy production، يعني هو بولد ممكن يستخدم توليد الطاقة الكهربائية. وبالتالي أنا ما دام عندي المفاصل المهمة جدا في الدولة تبقى مغذاة حتى لو صار عندي انقطاعات للطاقة الكهربائية، هذا يساعد على إنه المؤسسات الحيوية تبقى عاملة في الدولة، ولأنه تعتمد على its energy resources، وهذا الكلام مهم بالتأكيد. هسا مثل ما ذكرنا السمارت ميتر مهم جدا. السمارت ميتر هذا في النهاية هو اللي بده الواسطة ما بين الكستمر وما بين الجريد أو السمارت جريد، هذا الكلام مهم جدا. هذا السمارت ميتر له دور مهم جدا. It should be an intelligent meter. وبالتالي that allow the customer to know the electricity consumption. يعني هذا يتيح للمستهلك معرفة كدش استهلاكه للطاقة. Time يعني hour by hour، يعني كل ساعة كدش. And when he uses it and its cost. وين تستخدمها هذه الطاقة كل في هذه الساعة كدش استهلاكه كان. وكديش كانت التكلفة في هذه الساعة. هذا السمارت ميتر يجب أن يتيح مثل هذه البيانات. So he can easily manage the electricity use and choose the best times to broadcast electricity. إذن يعني بحيث أنه يختار وين يستخدم الإلكتريسيتي، كيف يديرها استخدامه للطاقة الكهربائية، وبالتالي وين أفضل أوقات تتيح له شراء طاقة. هذا السمارت جريد يجب أن يوفر مثل هذه الإمكانية. طبعا يعني بإذن الله في المحاضرة القادمة رح يعني نكمل على بعض الأمور المتعلقة في السمارت جريدز أكثر بشكل تفصيلي، شو السمارت ميتر دوره وشو بعمل، وبعدين شو الريكويرمنت، شو التكنولوجيز المطلوبة، مع بعض الأمور المتعلقة بهذا الاتجاه بإذنه تعالى. ويعني نحكي أكثر عن بعض التجارب اللي في هذا المجال. مثل ما ذكرنا إنه يعني بيلزم عمل كبير جدا، وبيلزم تأهيل إعادة تأهيل لشبكاتنا بحيث إنه تكون الغالب شبكاتنا مبنية ومبنية على جريد it is not smart grid. بالتالي حتى تعيد تجهيزها بحيث تكون smart grid بيلزم عمل كبير جدا، وبيلزم تضافر جهود عديدين جدا حتى تنجز هذه المهمة. وفي العالم في دول عديدة جدا، سواء في إيطاليا موجود مثل هذه، في اليابان، في أمريكا، في عدة مشاريع بهذا الاتجاه في إنشاء سمارت جريد، وبعضهم ترك يعني لعام 2030 بحيث تنشأ سمارت جريد في منطقة معينة، لأنه بدها عزم عمل كبير جدا حتى نقول إنه إحنا جاهزين الآن لإنشاء مثل هذه أو لا تفعيل تشغيل مثل هذه السمارت جريد. بس من ذلك ما إنه في شغل كبير جدا على الموضوع، هذا الكلام يعني رح نوه له كمان المحاضرة القادمة بإذنه تعالى.